أستاذ نور الدين بحيري كان ضيفنا منذ يومين. اليوم أعتقد تم تأجيل يعني التحقيق معه في قطب القضاء من كفاح الإرهاب إلى يوم 17 من جانفي، وكانت هذه كلمة الأستاذ بحيري، نستمع إلى جزء منها ونعود هنا في الأستوديو مع ضيفي الأستاذ سيد الدين مخلوف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة، والأستاذ أنور الغربي عضو البادرة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس. يلا. نحب نوجه رسالة فقط للسيد وجماعته أنه مثل هذه المحاولات الهرسلة وللتنكيل واللي تحول إلى نوع من ممارسة الكراهية ضد أطياف كثيرة من الشعب التونسي بسبب معارضتها للانقلاب، واللي تحولت إلى نوع من التمييز العنصري والاستهداف الممنهج لدرجة الناس ما عادش لا على أرواحها ولا على عائلاتها ولا أموالها ولا على أعراضها. الحملة هذه ماهيش باش تخوفنا وماناش باش نرجعوا لتاني. نحن مؤمنين كون واجبنا الوطني وواجبنا الديني وواجبنا الأخلاقي هو إنقاذ بلادنا من شرور هذا الانقلاب اللي دمر تونس ويدفع فيها نحو خراب ما يرضاه حتى حد لبلاد، واللي يدفع فيها نحو فلاس ما يقبلوا حتى حد لبلاد، واللي يدفع فيها نحو حالة متاع كراهية وحالة متاع تباغض ما يقبلها حتى حد لهذا الشعب البطل هذايا. الشعب معناها المناضل والشعب المنفتح والشعب معناها القابل للانقلاب. ماناش باش نرجعوا على المقاومة السلمية والمدنية للانقلاب، ماناش باش نرجعوا على أنه نبذل كل ما ممكن من أجل التعجيل بإسقاطه وإنهاء هذه الحالة الشاذة في تاريخ تونس. الانقلاب مش خطر لا على نور الدين البحيري ولا على حركة النهضة ولا على حمد نجيب الشاذلي ولا على جبهة الخلاص ولا على عايش الهمام ولا أي واحد من العظيم. الانقلاب اليوم خطر جاثم وداهم على تونس كلها وعلى التوانسة وعلى مستقبل التوانسة، على الجيل الحالي والجيل اللي بعد والجيل اللي بعد بعد. واجبنا الوطني هو إنهاء هذا الانقلاب. ماناش باش نتراجع، يهرسل كما يحب ويسب كما يحب ويحرض على الكراهية كما يحب ويشوه كما يحب ويكذب كما يحب ويفتري كما يحب، لن نتراجع لأنه ماناش مستعدين نتخلاو على واجبنا، ماناش مستعدين نكونوا من الساكتين على الظلم، لأن الساكت على الظلم شيء. كان هذا جزء من كلمة الأستاذ البحيري. أستاذ أنور الغربي، البحيري يقول إن الانقلاب يدفع البلد نحو الخراب والإفلاس والانقلاب خطر جاثم. في المقابل الرئيس سعيد في جندوبة منذ أسبوع تقريبا يقول لا توجد أزمة بمراكز تصفية الدم على الإطلاق، وربما تونس في حاجة تصفية من نوع آخر. اللي يهمنا الآن في ظل سيل المبادرات تعرف السياسية الآن، عندما تأتي هذه الإحالات بالجملة بكراكة الآن، هل دخلت السلطة يعني كابرت أو تغاضت الآن أصبحت دق في الدربالة الآن، خصوصا بعد الدعوات المعارضة ما أنها التمرد؟ سمعنا كلام عميد المحامين قال انه على المحاماه الدعوه الى عصيان جبائي، نجيب الشابي وكذلك رضا بالحاج قالوا بانهم سوف لن يتعاملوا مع القضاء. يعني وصلنا لمرحله حرجه الان من كسر العظام بين الظفرين. هو طبيعي ان نصل لهذه المرحله وكان منتظرا، وانا على ما أعتقد عبر قناتكم ذكرت هذا منذ أشهر، قلت بأنه نحن ذاهبون إلى عصيان مدني. عصيان مدني يعني رفض دفع الخطايا، رفض دفع الضرائب، أي شيء مرتبط بالدولة، وهذا طبيعي وهذا شكل من أشكال النضال الراقي المعمول به في العالم لمقاومة أنظمة ديكتاتورية وأنظمة مارقة لا تحترم القانون ولا تحترم الدستور. نحن مع الأسف نجد اليوم أن اثنين من المدونين، واحد في قفصة واحد في القصرين، أحدهم دعا فقط إلى عصيان مدني فوقع إيقافه، والآخر دعا إلى مواصلة الثورة. نعم، في قصرين هذا اعتقال الشاب حمزة العبيدي، التهمة بحسب راس تينيزيا بتهمة التحريض على احتجاج إثر تدوينة كتب فيها إلى الثورة إلى الشارع من جديد. طبيعي إلى الثورة إلى الشارع، والآن ضيفكم الكريم يتحدث عن هذا. يوم 14
يعني الجام في ستكون الآلاف أو عشرات الآلاف من التونسيين في الشوارع. أنا اليوم تحدثت مطولا مع الأستاذ عياشي الهمامي ولم أذكر له عبارة دعم أو الدعم له ولملفه ولو مرة واحدة، لأنه وجدته أنه كل كلامه عن تونس وعن إرجاع المؤسسات وإرجاع الديمقراطية، ولا يهمه أصلا ملفه هو. قال أنا ذاهب في ملفي، هذه جزئية ولا تهم، فإن وقع تحفظ بي يعني الاحتفاظ بي على ذمة القضاء فأنا مستعد لذلك ومستعد لدفع ضريبة ذلك، ولست أفضل من الآخرين، وإن يعني إن وقع إطلاق تركي في حالة سراح فسأواصل المقاومة لحين إسقاط هذا الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة العمل ومواصلة الدفاع عن القضاة المفصولين من وظيفتهم. نعم وبالتالي نحن المشكلة مع قيس سعيد ومن معه وخاصة وزيرته للعدل جفال ووزير داخليته، هؤلاء يعني ليس لهم أي تاريخ نضالي، ليس لهم أي تاريخ في العمل في المؤسسات، لا يعرفون معنى أن تكون جزء من مؤسسة، يعني ما معنى أن تكون واحد من مجموعة، ما معنى أن يكون لك تخطيط يعني مع آخرين ورؤية للعمل وآليات تضعها. هؤلاء يتصورون أنه من يعارضهم من يقف ضد يعني نعم المسار اللي يدفع به التوانسة هم يعني بالتالي هم يعملون ضد تونس، وهذا الكلام لا معنى ولا منطق له. أذكرك سيدي الكريم، وأنت ذكرت زيارة جندوبة، لنذكر فقط أنه بعد أسبوع تقريبا من هذه الزيارة توفيت امرأة حامل بسبب غياب عدم وجود طبيب في ذلك المستشفى، وهو قال يومها أنه الأطباء موجودين ولا مشكلة، وثم استعمل عبارة هي تعتبر مجرمة بالقانون الدولي أنه التصفية، يعني هذه تصفية خاصة من نوع آخر، قال هو. التصفية من نوع آخر، هذه يكفي ترجمتها لنعرف خطورتها. وأنا كل ما أراه في كل هذا أنه قيس سعيد ووزيرته العدل ووزير داخليته كل ما يقومون به هي مراكمة التهم التي تدينهم هم نعم للمستقبل، فقط هذا كل ما يفعلونه مع الأسف الشديد، وهذا بالحقائق والأدلة وليس كلام يعني مرسل. ما نراه ونشهد عليه وهو موثق ومعلوم هو توثيق لجرائم يقوم بها على رؤوس الأشهاد وأمام الجميع، قائم بمهام الرئاسة اليوم نعم ووزيرة عدله ووزير داخليته، هذا كله ما في الأمر حاليا، وهذا مع الأسف هذه ملفات للمستقبل. وربما وأنا على يقين بأن الشعب التونسي ومؤسسات الدولة التونسية عندما ترجع المؤسسات وترجع الدولة للعمل بشكلها الطبيعي والعادي يعني تعرض كل هذا أمام الشعب، وسيعرضون على نعم المحاسمة والمحاكمة في قضاء عادل مستقل لا يخضع للابتزاز ولا يخضع للتوجيه يعني أو لإرادة أي كان. نعم